تحية القناة للتوكيلات الملاحية، وماذا نرى للقناة بعد كل هذا الصعود اللي حصل؟ طيب، قناة التوكيلات الملاحية، خلينا نتعامل مع بعض بمنتهى البساطة. إن أنا عملت بداية الصعود بتاعي هنا، بداية الموجة واحد، هنا عملت واحد وعملت اتنين، وما زلت بوم في الموجة التالتة اللي لسه بقول فيها يا آدي. طيب، القناة بمنتهى البساطة عملت لي، لو أنا جيت بصيت برضو هنا، إحنا رحنا فين؟ لو جيت بصيت هنا، ان انا بداية الموجة التالتة من هنا، اللي هي 3 من 3، عملت منها واحد وصححت اتنين، حاليا بستهدف الموجة التالتة كمان من المستويات دي. طيب، هل ده خلاص التصحيح بتاعها؟ انا كسرت، واحنا كنا بننصح بالشراء من المستويات دي في اخر مستوى. انا عندي مستوى مهم جدا في المستوى ده. طيب، انا عايز ايه من القناة التوكيلات الملاحية؟ بمنتهى البساطة، انا عايز اخد قمة وقاع المستوى ده من هنا، ودي دورة سعرية مكتملة، ودي بداية الصعود الموجة التالتة، وعايز مستويات ال 161 فيبو، ال 200 فيبو، اعتقد مستويات ال 200 فيبو الاقل. يعني انا عايز مستويات ال 44 جنيه، ودي صفقة استثمارية على النطاق واسع جدا. طيب، ايه المتوقع؟ المتوقع ان انا ممكن اروح لحد مستويات ال 33 جنيه، وهيحصل عندي تراجع للمناطق دي. فانا بمنتهى البساطة يا شباب، اي تراجع للمناطق دي هو فرصة للشراء. اي تراجع من المناطق دي كلها، يعني اي تراجع اللي عند مستويات ال 28 جنيه، 29 جنيه، 30 جنيه، اي تراجع جوه الجولدن زون دي هيكون فرصة للشراء. هدفي ايه؟ هدفي مستويات ال 44 جنيه. يعني استغل ان انت تعزز في كل تراجع. طيب، على المدى الطويل انا بمنتهى البساطة برضو عايز مستويات ال 200 فيبو. منين؟ من كل هذا الصعود، لان انا عندي دي موجة واحد، واللي انا فيها دي كلها 3 من 3، وكلنا داخل الموجة التالتة. اول هدف بالنسبه لي المستويات ال 48 جنيه على المدى الطويل، وقد نكسر مستويات ال 50 جنيه. يعني ده سهم استثمار على المدى الطويل. بمنتهى البساطه وصلت لحد مستويات ال 8، وخلينا نشيل ده وخلينا نحط كمان الهدف على الفريم الاكبر او الدوره الاوسع، اهو من مستويات ال 28 او 27 ونص لحد مستويات تحت ال 30 جنيه. يعني اي تراجع داخل المستويات دي اعتقد هيكون فرصة للشراء. طيب، ده بشكل عام. طيب، كمان لو جيت بصيت هلاقي ان انا عندي شمعة بفوليوم عالي جدا جدا جدا. طيب، انا بستهدف من الشمعة دي ايه؟ ان اي تراجع لحد مستويات 38 فيبو الى 50 فيبو، اللي هو ما بين مستويات ال 29 لحد مستويات ال 28 ونص، هو ايضا فرصة للشراء والتعزيز، وانا عندي جدار قوي جدا لا يمكن ينهار. دي شمعة فيها جولد شوية قوي، وبداية موجة تالتة من تلاتة، فأعتقد إن إحنا نحو مزيد من الصعود. طيب، يبقى أنا دلوقتي أنا بستهدف التارجت بتاعي فين؟ حتى لو أنا بتعامل مع الشمعة دي، التارجت بتاعي هيكون ما بين مستويات 43 لحد مستويات 44 ونص. كمان ده اللي أنا شايفه على السهم، وشايف إن أنا عندي منطقة طلب ممتازة بين 30 لحد مستويات 28 جنيه، أي تراجع ليها هيكون فرصة للتعزيز والشراء. وما زلنا ننتظر من قناة التوكيلات الملاحية المزيد من الصعود، وهدف ال 45 جنيه مش بعيد، وكان نكسر مستويات ال 50 جنيه، وده فرصة استثمارية على المدى الطويل. وبالتوفيق.